نمر الى الفقره، فقره الاحترام. هناك درع سيسلم السيد محمد بن نوري الاستاذ المقتدر، تفضل سي نوري الناطق الرسمي باسم الجامعه الملكيه المغربيه لالعاب القوى، يسلم هذا الدرع تذكار عرض المحبه للسيد عامر صلاح الجلاله على عماله العرائش الذي يستحق منا كل التقدير والاحترام. رئيس عصبه جهه طنجه تطوان لالعاب القوى للخدمات التي يقدمها السيد عزوز رئيس عصبه جهه طنجه تطوان للفعاليه الرياضيه. الشيء الكثير هو حتى دابا كي غادي نديرو انا واحد ربيع كان كنسلموا واحد تذكار للسي نائب رئيس عصبه الشمال لألعاب القوى السي مصطفى ارغون، فعالي من فعاليات الرياضيه من الدينامو ديال العصبه وقيدوم ديال ألعاب القوى في جهه الشمال، وخدام في تطوان واحد الخدمه رائده لاحياء ألعاب القوى بجهه الشمال كاملة، لأنه أخص بالذكر جهة تطوان، لأن يتقدم في عامل الإقليم وكذلك ولتقديم هذا التذكار العظيم في نبي بن عثمان هو اللي غادي يسلم الفيحة رئيس جامعة ألعاب القوى. وبلغ له التحية ديالنا فما كان درجة شكرا ارتي على النجاح ديال هاد التظاهرة، على نجاح على شرف نجاح هذه التظاهرة اللي بغيت نسجل، وبطلب من المدير التقني يقول لي سيستقيل من نصيبه ثم من هنا أمام السيد عامر وأمام السيد الرئيس وأمام السيد نوري مسؤول الجامعة. للأسف للاسف باقي صغير باقي دينامو دينامو السيد العام. لكن هو السيد مدير الاقليمي لوزاره الشباب والرياضه بعماله العرائش، ويسلمها السيد عامر صاحب الجلاله لممثل او لنائب سيعزبه يقوم بعمل كبير على مستوى الجهه وعلى مستوى التنسيق والتدبير. العمل اللي يقوم به وزاره الشباب والرياضه كنتمنوا المزيد والمزيد خدمة والمحبة للشباب المغربي وخدمة مشروع رياضي وطني تحت عبرة توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد الشعبي على المقام. البطل الأولمبي محمد الأمين الشنتوف واحد اللي كان تظن القوة يسلم له السيد عامر صاحب الجلالة هذا التذكار عادل الكوش. اذا مناصفة السيد عامر اللي هو عضون ديال المحطة، والسيد عامر صاحب الجلالة يشارك معه تقاعد عن ممارسة العمل الرياضي الدراسي، تتلمذ على يديه المدير التقني البطل احمد الزواوي واحد من الرجال ديال اقليم العرائش عماله العرائش مدينه العرائش. انه الاستاذ الكبير الذي سنفتقده في الرياضه الدراسيه ولكن في الرياضه المدنيه سيبقى حاضرا بحول الله، الاستاذ حسن حسوس السيد الكاتب العام لعماله العرائش يسلم له هذا التذكار. سي زواوي تفضل مع الاستاذ حسن. عزيزي وكي هو اللي جوج الاحمدي والودكي. هذا